حاجه الاكل، لو عندك وقت تروحي الجيم، بس اهم حاجه الاكل. يعني لو بتروحي الجامعه تاخدي اكلك معاكي، لو بتروحي الشغل تاخدي اكلك معاكي، لانه لو انت اعتمدتي على الاكل اللي بتطلبيه من الشارع، او ان انت تجربي حاجه من الشارع وانت ماشيه او كده، definitely you will lose your calories وفي الاخر هتتخني. لكن لازم تبقي على طول بتاكلي 5 مرات في اليوم، وبتاكلي small portions، وبعد كده بتشربي ميه كتير، فلازم تبقى مركزه.